دكتور محمود، ممكن حضرتك تكلمنا عن الأورام في الأهم؟ والله إذا كنا بنخاطب الجمهور أو عامة الناس عن أورام الأنف، فلازم نوجه رسالة إلى الناس اللي هي إن حاليا في مناظير بيتم استخدامها في سواء في الأنف أو في البلعوم أو في الحنجرة، ودي ساعدتنا كتير جدا في إن احنا نوصل لأورام الأنف أو أيا كانت المكان في مرحلة متقدمة، وده فرق جدا جدا مع القرار العملية إن احنا نعمل عملية أبسط بكتير من إن الورم يكون متأخر. وبالتالي لازم الناس تبقى عندها فكرة إن الأنف والجيوب الأنفية هي أماكن بنقول إنها hidden areas أو أماكن بالبلدي كده أماكن مستخبية، للأسف ما بتتشافش في بطريقة الكشف التقليدية العادية في الوحدات الصحية أو عند الدكاترة ليسوا متخصصين. وبالتالي حينما يكون هناك أي عرض من الأعراض الخطيرة للأنف زي حالات النزيف الحاد أو حالات التورم بالوجه، فقطعا المريض ما يكتفيش بالكشف في مكان غير متخصص، ولازم يلجأ إلى أحد المتخصصين، ولازم يتأكد أنه اتعمل له منظار للإطمئنان، لأن مش كل حاجة بتتشاف بالعينين. فالحقيقة الاندسكوب أو المناظير دلوقتي ساعدونا كتير جدا في أن احنا بفضل الله نشخص هذه الأورام مبكرة ونتعامل معها بالطريقة المضبوطة إن شاء الله. شكرا جدا لحضرتك.